أهلا بكم. العاصمة طرابلس تحوي بطبيعة الحال على العديد من الميليشيات المسلحة تحت مسميات عدة، منها ميليشيا الحلبوس والصمود وميليشيا المرسى والمحجوب والبقرة وميليشيا بوسليم والنواصي وثوار طرابلس وغيرها الكثير من المسميات. تتركز مواقع هذه الميليشيات في عدة مواقع حيوية، حيث تسيطر على المؤسسات السيادية وتقوم بترهيب المسؤولين والمواطنين وتتحكم في موارد الدولة المالية عن طريق الابتزاز. في الفترة الأخيرة قل كثيرا تواجد ميليشيات طرابلس في محاور القتال نتيجة خلافات واسعة مع ميليشيات مصراتة والزاوية، لتبدأ في تعزيز تواجدها داخل المدينة، وتزامن ذلك مع زيادة أعمال القمع لكل معارضي الميليشيات ومؤيدي الجيش الوطني. ويعلم الجميع الأعداد الهائلة للمختطفين في طرابلس وجرائم التصفية والإخفاء القسري الذي طالت أسماء عدة، كان آخرها اختفاء الناشط المدني عز الدين لحيشي. كما تقوم هذه الميليشيات بافتعال العديد من الأزمات داخل طرابلس لإيهام الناس أن عملية طوفان الكرامة هي السبب في ذلك، في حين يعلم المواطنين أنهم وراء هذه الأزمات التي تتلخص في الكهرباء والماء والوقود والسيولة واستهداف المطار الوحيد في العاصمة. عجز الميليشيات في التغرير بالمزيد من الشباب وضعف تواجد أفرادهم في المحاور أدى بهم إلى الاستعانة بالمرتزقة، ويقوم بذلك المجرم أسامة الجويلي بدفع أموال طائلة وفتح خط تواصل مع المعارضة التشادية عن طريق دفع الأموال القطرية لتسهيل انتقال المرتزقة من الجنوب إلى طرابلس. فشل الميليشيات دفع بها إلى الاستعانة بالطيارين المرتزقة من عدة جنسيات في محاولة يائسة لملء الفراغ الحاصل ووقف تقدم الجيش الوطني، وبتحريض من جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم المفتي المعزول الصادق الغرياني، أرسلت تركيا عددا كبيرا من المتطرفين والإرهابيين التابعين لجبهة النصرة والقاعدة إلى ليبيا عبر المطارات والموانئ الخاضعة لهم. كما مكنت عناصر شورى إرهاب بنغازي ودرنا والمتطرفين الفارين من الجنوب، مكنتهم من الالتحاق بالميليشيات لدعم عملياتهم الإرهابية. الأمين العام للأمم المتحدة أعرب مؤخرا عن فزعه من تجنيد المهاجرين من مراكز الاحتجاز، وبالفعل شهدت هذه المقاطع تثبت تواجد مهاجرين يقاتلون في صفوف الميليشيات أو يقدمون الدعم اللوجستي لهم. ومن ثم نشبت صراعات بين هذه الميليشيات وبدأت في تخوين بعضها البعض، خاصة عند ورود أسلحة من تركيا أو قطر، حيث تتحصل ميليشيات معينة على كل الدعم القادم.